السلام عليكم. فرنسا بدأت بتحركاتها وبخطواتها الأولى من أجل تحريك الجبهات وجبهاتها السياسية تجاه العراق وتجاه الأزمة السياسية الجارية بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي. وإشارات هذا الأمر أصبحت واضحة من اللقاء الذي جرى يوم أمس بين رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنالك أمران ذكرا في البيان الخاص الصادر من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هي التي وضحت طبيعة بأن فرنسا ناقشت هذه المسألة وترغب أساسا ويرغب الرئيس الفرنسي بالذهاب إلى بغداد بشكل مباشر. فواحدة من التفاصيل المهمة ذكرت بأنه يجب أن يكون هنالك ضرورة للتحضير لعقد مؤتمر بغداد الثاني. كلنا نتذكر ما الذي جرى العام الماضي في أغسطس تحديدا عندما عقد مؤتمر بغداد الذي من خلاله حضرت كل هذه الدول، والعراق قدم فرنسا وكأنها الراعي الجديد للعراق بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو أي دولة أخرى. ظهرت فرنسا بأنها راغبة في الدخول في الكثير من المسائل العراقية، إن كانت على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى الثقافي. هذا المؤتمر أساسا قد جاء بعد زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد جاءت قبل عام من هذا المؤتمر تحديدا بهذا الشكل. في حينها تحدث الرئيس ماكرون عن مسائل دخول فرنسا في مسألة محاربة تنظيم داعش بشكل أكبر، الدخول في المسائل ومحاولة دعم الحكومة العراقية من أجل مواجهة جميع التحديات التي تزعزع العراق وتزعزع سيادة العراق. وبالتالي هذه المسألة ومسألة ماكرون هي مسألة كبيرة ومهمة للغاية، جعلت مراكز مهمة مثل CSIS في حينها العام الماضي بعد مؤتمر بغداد الثاني أن يجد بأن فرنسا هي اللاعب الجديد الحقيقي في المشهد السياسي العراقي. آنذاك كلنا نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بعملية الانسحاب من العراق، ليس هنالك اهتماما في الشرق الأوسط، سحبوا بعضا من المنظومات الدفاعية من السعودية وكذلك من العراق في بعض الأنباء والتقارير. وبالتالي جاءت فرنسا لتسد هذه الثغرة، خاصة وأن CSIS في حينها وجدت بأن فرنسا لديها علاقات طيبة مع الجميع وممكن أن تلعب دورا إيجابيا في الداخل العراقي وفي التحديات التي يواجهها بشكل أكبر، ممكن أن تلعب أدوارا بشكل أكبر إيجابية مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية وببريطانيا. أما الأمر الثاني الذي ذكر في هذا البيان الذي صدر من لقاء السيد الكاظمي مع السيد ماكرون، وضحوا فيه وناقشوا الأزمة السياسية الجارية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، والرئيس الفرنسي أكد على ضرورة حث القوى السياسية العراقية نحو التواصل والحوار ضمن العملية السياسية ورعاية الدستور. وهذا يوضح بأن كان هنالك نقاشا حول مسألة الأزمة السياسية العراقية تحديدا. ولكن السؤال الأهم، كيف من الممكن لفرنسا أن تدخل في مسألة الأزمة السياسية العراقية؟ كيف من الممكن لها أن تدخل وأن تلعب دورا في ظل أن المعلومات حتى هذا اليوم القادمة على سبيل المثال من العربية الجديد من مسؤولين سياسيين سربوا الكثير من تفاصيل صعوبة الأزمة السياسية حتى يوم أمس. حتى يوم أمس الأمور مغلقة تماما من قبل التيار الصدري تجاه الإطار التنسيقي. فالتفاصيل التي نشرتها العربية الجديد تحديدا هي أكدت بأن السيد هادي العامري والذي يعتبر هو الممثل السياسي لقوى الإطار التنسيقي تحديدا، هو وعدد كذلك من السياسيين الكرد وكذلك من القادة من المكون السني حاولوا القيام باجتماعات مع السيد مقتدى الصدر من أجل التفاوض حول هذه الأزمة، ولكن الأبواب كانت موصدة بحسب هذه التفاصيل التي نشرت من العربية الجديد. بل أيضا كانت هناك تفاصيل أخرى مرتبطة بعدد من مصادر أخرى قالت للعربية الجديد بأن كان هنالك إيرانيين حاولوا وقادة إيرانيين أو شخصيات إيرانية حاولت من عملية مقابلة السيد مقتدى الصدر واستغلال زيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام، ولكن لم يتمكنوا من تحقيق هذه الجلسات أو المفاوضات أو التباحث مع السيد مقتدى الصدر. وبالتالي السيد مقتدى الصدر كل أبوابه موصدة تجاه أي طرف يحاول أن يتفاوض معهم
بأي شكل من الأشكال، بل إن قيادي بارز في التيار الصدري لم يصرح باسمه، تحدث للعربية الجديد وقال الأمور والمطالب ثابتة وليس هنالك تغيير. الإطار التنسيقي لا حق له ولن نسمح له بتشكيل أي حكومة، لن نسمح بانعقاد أي جلسة في البرلمان، وأن يقوم الإطار التنسيقي بعقد هذه الجلسة بأي شكل من الأشكال. وإن حاول الإطار التنسيقي من فعل هذا الأمر فإن جماهير التيار الصدري لن تسمح بهذا الأمر وستدخل وستمنع الإطار التنسيقي من عقد جلسة البرلمان، وما نطالب به هو حل البرلمان العراقي والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وكذلك أضاف تفصيلا مهما آخرا في ظل هذه الأزمة وقال الآتي: إن محاولة فرض معادلة الخاسر والرابح من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي في هذه الأزمة لن يتقبلها جمهور التيار الصدري، وبالتالي الأمور معقدة ومعقدة للغاية. ولكن علينا أن نتذكر هنا وهنا السؤال: كيف لفرنسا أن تلعب دورا في هذه المسألة؟ الإجابة قد تكون من خلال علاقتها مع إيران، فالعلاقة مع إيران مهمة ومهمة للغاية. هذا اللقاء الذي ترونه أمامكم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كان أول اجتماع تقريبا للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند وصوله إلى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع بالرئيس الفرنسي مباشرة بهذا الشكل. وكيف من الممكن لهذا الأمر أن يلعب دورا؟ من الممكن لفرنسا أن تتواصل مع إيران حول طبيعة الحلول التي ممكن أن تطرح في الداخل العراقي، في ظل أن إيران هي أيضا تؤمن بالحوار. اليوم كانت هنالك أنباء عاجلة من المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس بأخبار عاجلة، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أيضا مع الحوار وتدعم مبادرة السيد مصطفى الكاظمي لعملية الحوار. بالتالي ممكن لفرنسا أن تتحدث مع إيران، إيران تذهب مباشرة لتضع وتضغط أو تطلب من القوى القريبة منها الموجودة في الإطار التنسيقي بأن تقدم بعضا من التنازلات أو تتواصل بشكل بناء مع التيار الصدري من أجل حل هذه المسألة، قد يكون باستبعاد مرشحهم ألا وهو السيد محمد شيع السوداني أو غيرها من هذه التفاصيل. سنرى ما الذي ممكن أن يتم، ولكن فرنسا تتواصل مع إيران، تتواصل إيران مع الإطار التنسيقي، يصل الحل وبعدها يذهبون مباشرة العراق إلى تشكيل حكومة يريدونها بالطريقة التي يريدونها، وبالتالي يبقى العراق هادئا وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بما فيها طبعا فرنسا وإيران تركز على القضايا الأكبر والأهم بدلا من تحويل العراق إلى نقطة صراع خطيرة. ولكن المشكلة أن فرنسا وإيران الآن يخوضان عملية اجتماعات ومباحثات كبيرة مرتبطة في المفاوضات النووية، فاللقاء الذي رأيناه على مستوى نيويورك تحديدا الذي جاء بهذا الشكل هو يركز عن الجهود وكيف من الممكن أن يكون هنالك نجاحا وإنجاحا للجهود من أجل العودة للاتفاقية النووية تحديدا. فهذه الاتفاقية تعاني ما تعانيه، وأن العراق منتبه تماما لأهمية العودة للاتفاقية النووية. الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي إحدى تصريحاته هذا اليوم قال فيها: نؤيد المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن والتوتر يؤثر سلبا على وضعنا الداخلي. أي بما معنى أن أي فشل في العودة للاتفاقية النووية فإيران تريد وستريد التصعيد في الداخل العراقي، الولايات المتحدة الأمريكية ستصعد كذلك في عملية التصدي لهذا التصعيد. ونحن كما نعلم الإطار التنسيقي والتيار الصدري لديهم أزمة كبيرة جدا، وقد تدفع هذه الأمور توتر في العراق، توتر من إيران، إيران ستدفع بالضغط على المستشارية التحالف الدولي في العراق، القوات الأمريكية في سوريا، وبالتالي ندخل في أزمة كبيرة لن تخدم مصالح العراق كما تحدث وزير الخارجية العراقي. وبالتالي السيناريو الأفضل هو أن تنجح العودة للاتفاقية النووية. هنالك أخبار سيئة في مسألة العودة للاتفاقية النووية، فبالإضافة إلى أن الخلاف الأكبر الجاري اليوم في مسألة العودة للاتفاقية النووية، واحدة منها هي تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة مواقع في إيران وجدوا فيها جزيئات اليورانيوم. إيران تريد إغلاق هذا التحقيق، تريد إنهاء هذا التحقيق، وتريد ضمانات كبيرة ومهمة من أجل العودة للاتفاقية النووية. هذه كلها جعلت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدث عن فرص العودة للاتفاقية النووية بأنها بعيدة كل البعد عن النجاح. جون كيربي على سبيل المثال وهو منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي قال الآتي اليوم: نحن أبعد ما يكون من الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران، بل إننا قريبون جدا من مسألة فشل العودة للاتفاقية النووية. هنالك ما يزيد مصاعب هذه
الأمور في العودة إلى الاتفاقية النووية هي جهود داخلية في الكونغرس الأمريكي. هذا الرجل الذي ترونه وهو ستيفن تاوزند، وهو الرجل الذي قاد القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا حتى أغسطس الماضي من هذا العام. طبعا هذا الرجل أدلى بشهادة كتابية وخطية إلى الكونغرس الأمريكي حول ما الذي سيحصل في أفريقيا وفي اليمن تحديدا في حالة العودة إلى الاتفاقية النووية، وكيف من الممكن لإيران أن تستخدم الأموال التي ستتحصل عليها في أفريقيا وفي اليمن. لاحظ أين التركيز في هذه النقطة هذه المرة، هي ليست الشرق الأوسط أو في تحدي لإسرائيل في هذه المسألة. هذه الشهادة الخطية اطلعت عليها The Washington Free Beacon بشكل حصري ونشرت تفاصيل ما كتب وما كتبه تاوزند مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، وذكر الآتي في هذه الشهادة: ستستخدم إيران الأصول النقدية التي قدمتها إدارة بايدن كجزء من اتفاق نووي جديد لتمويل الجماعات الإرهابية الإقليمية وتعزيز قدرات شبكة متشددة ملتزمة باغتيال المسؤولين الأمريكيين. وهو نوعا ما محق في هذه المسألة، وذلك لأن إيران الآن في ظل العقوبات وفي ظل الضغط الذي تتعرض إليه، إلا أن على سبيل المثال جماعة الحوثي في اليمن استعرضوا أسلحتهم الجديدة واستعرضوا هذا الصاروخ الذي ترونه، وهو صاروخ حاطم الذي ترونه من خلال التصميم لهذا الصاروخ، شكل هذا الصاروخ، الأجنحة الخاصة بهذا الصاروخ تتشابه تماما بل تتطابق وهي طبق الأصل مع صاروخ خيبر شجن الذي ترونه بهذا الشكل الإيراني، نفس الصورة نفس الشكل إلا الاسم هو المختلف تماما. وأيضا جماعة الحوثي أعلنت عن صاروخ جديد بهذا الشكل، صاروخ باليستي، ألا وهو فلق الذي ترونه بهذا الشكل في تصميمه في شكله يشبه تماما ويتطابق مع صاروخ باليستي إيراني، ألا وهو صاروخ قيام 2 الذي ترونه بهذا الشكل، تطابق واضح في عملية التصميم، وهو يوضح طبيعة الدعم، فما بالك إذا عادوا إلى الاتفاقية النووية. ولكن التركيز الأكبر فيما قاله تاوزند هو في مسألة رغبة إيران في الانتقام للجنرال الإيراني قاسم سليماني وعملية الاغتيال التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد في مطار بغداد في عام 2020 تحديدا. إيران تريد الانتقام لهذا الرجل، وهذا ما ذكره في هذا الصدد. من شبه المؤكد أن إيران تواصل السعي للانتقام لمقتل قاسم سليماني، ويمكنها الاستفادة من شبكة التهديد الإيرانية لمهاجمة كبار المسؤولين الحكوميين أو العسكريين الأمريكيين الذين يزورون أفريقيا أو يقيمون فيها، خاصة إذا اشتبهت إيران في تواطئهم في تلك العملية، يقصد عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. على هذا الأساس وعلى أساس هذه الشهادة جاء طرفان من الحزب الجمهوري الأمريكي، وهي السيناتور جوني إرنست وكذلك مايكل وولتز، وتحديدا مايكل وولتز قدم مشروع قرار إلى الكونغرس الأمريكي إلى مجلس النواب الأمريكي يعقد مسألة العودة للاتفاقية النووية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذه هي الصفحة الأولى من هذا المشروع الذي نتحدث عنه الآن. باختصار، كيف من الممكن لهذا المشروع أن يعقد من المسائل المعقدة أساساً ويزيد الأمور تعقيداً في العودة للاتفاقية النووية؟ الآن هم يفترضون في حالة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد واتفق في العودة للاتفاقية النووية مع إيران في كل تفاصيلها، اتفقوا ويريدون العودة، في ظل هذا القرار فإن على الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه أن يذهب قبل العودة لهذا الاتفاق، سيكون ملزماً في الذهاب مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي وأن يقنع الأعضاء في الكونغرس الأمريكي تحديدا بأن إيران استغنت عن مسألة الانتقام للجنرال الإيراني قاسم سليماني، أي أن محاولاتها ومحاولة الانتقام في عملية اغتيال أو سعيها لاغتيال أي شخصية مهمة موجودة في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي أمريكي، إن هذا الأمر استغنت عنه إيران، تنازلت عنه على الأقل للخمسة سنوات القادمة. يجب لهذا الأمر أن تثبته إدارة بايدن، وبعد ذلك يصادقون له على هذا الأمر، يعودون له بالمصادقة، وبعد ذلك يستطيع العودة للاتفاقية النووية. وهذا الأمر طبعا يجعل العودة للاتفاقية النووية مستحيلة، لأن إيران ملتزمة في مسألة الانتقام للجنرال الإيراني قاسم سليماني، ولا يمكن لها أن تترك مسألة
بحسب هي ما تتحدث لا يمكن لها أن تترك مسألة عملية رغبتها في الانتقام لقاسم سليماني من شخصيات كبيرة مثل مايك بومبيو، مثل جون بولتون وغيرهم من هؤلاء الأطراف الذين كانوا مهمين في الإدارة الأمريكية السابقة. ولكن هل هذا يعني بأنه سيطبق بالنسبة لهذا المشروع الذي نتحدث عنه؟ لا أبدا، المشروع لا زال جديدا، ومشروع القرار يجب أن يتم التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ لكي يصبح حقيقة. ولكن شهادة ستيفن تاوزند التي تحدثنا عنها من الممكن أن تعطي دعما كبيرا لهذا القرار لكي يجد طريقه، فحماية المواطنين الأمريكيين وتحديدا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي مهمة ومهمة للغاية. وعلى هذا الأساس بالنسبة للعراق هذه مشكلة حقيقية، العراق لديه رغبة في أن تنجح العودة للاتفاقية النووية، وبالتالي مسألة الفشل كما تحدثنا ستضع العراق في مشكلة حقيقية للغاية في الصراع بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري. الرغبة أن تنجح وأن ينجح هذا الاتفاق، تكون هنالك جهود مشتركة في عملية ترتيب وضع العراق، وقد يكون لفرنسا دورا أكبر في هذه المسألة أيضا بشكل أعلى في الفترات القادمة مع دخولهم على عدد من المستويات، ممكن أن يلعب دورا جيدا. ولكن الأمور لا زال فيها الكثير من التحديات بالنسبة لي.